السلام عليكم، معكم دكتورة آية قسم الخلايا والأنسجة. هوضح لحضراتكم إن شاء الله كيفية إنشاء تيست على البلاك بورد، وإزاي الطلبة تقدر تدخل على التيست دوت وتاخد جريدز على الإجابات بتاعتها، وإزاي بعد كده أقدر أشوف الجريدز بتاعت الطلبة على الجريدنج سنتر. أول حاجة ده موقع البلاك بورد، بدخل طبعا أول حاجة اليوزر نيم والباسورد وأعمل ساين إن. طبعا بيفتح لي الأكاونت بتاعي، دي كل الاوبشنز الموجوده في الاكونت بتاعي، فبدوس على الكورسز عشان يظهر لي كل الكورسز بتاعه القسم. هدوس على او هفتح الكورس اللي انا عاوزه اعمل فيه تيست معين، فانا هدوس مثلا على الكورس دوت، هو الكورس اللي انا عايزه اعمل فيه التيست. فتح لي ويندو جديده ليها علاقه بالكورس دوت، خليه وانسجه الف. دي كل الاوبشنز الخاصه بالكورس دوت، وده اول جزء. تاني جزء دي كل الفولدرز اللي احنا عملنا لها كرييشن اللي ليها علاقه بالشابترز بتاعه الكورس دوت. تالت جزء هو الكورس مانجمنت، هنلاقي فيه اوبشنز كتير اهمها الكورس تولز والجريدنج سنتر. بالنسبه للكورس تولز ديت لما بدوس عليه بيطلع لي اوبشنز تانيه اهمها البلاك بورد كولابريت الترا، وده اللي انا بقدر اعمل منه كرييشن الاونلاين سيشن، والديسكشن بورد ده اللي انا بقدر اعمل منه ديسكشن بورد مع الطلبه، واخر حاجه خالص التيست والسيرفي والبول، ده اللي انا بقدر اعمل منه كرييشن لتيست. فهدوس عليه هطلع لي 3 اوبشنز، هو تيست وسيرفي وبولز. الفرق ما بينهم ان التيست بيبقى مجموعه من الاسئله يقدر الطلبه يخش عليها وتجاوب وتاخد جريدز على الاسئله دي، لكن السيرفي هو استفسار او استبيان بيكون مجموعه اسئله بس ملهاش جريدز، يعني الطلبه بتجاوب عليها بس من غير جريدنج. تالت حاجه البولز دي بنك الاسئله، ودي اللي انا بقدر احط فيها مجموعه من الاسئله اقدر استخدمها بعد كده في ان انا اعمل تيست او سيرفي. فانا اول حاجه هضغط عليها طبعا هو التيست. هنا طبعا ما فيش اي تيست حصل له كرييشن قبل كده، فاول ما فتح لي هلاقي تو اوبشنز، يا اما بيلدينج تيست يا اما امبورت تيست. بالنسبه للامبورت تيست ديت معناها ان انا اوريدي في تيست عندي موجود وانا عايز اعمله امبورت في المكان دوت، يا اما اعمل براوز كورس فايلز، دي معناها ان انا عندي فايلز معينه موجوده على البلاك بورد فيها اسئله او فيها تيست انا هاخده واعمله امبورت في المكان دوت. يا اما تاني اوبشن ان انا اعمل براوز لوكال فايلز، وديت معناها ان انا عندي تيست موجود على الكمبيوتر بتاعي هعمل له ابلود. ده بالنسبه لو امبورت تيست. بالنسبه للبيلدنج تيست ان انا اوريدي ما فيش عندي تيست وانا عايز اعمل بيلدنج للتيست على البلاك بورد، فهدوس بيلدنج تيست هيطلع لي ويندو جديده. اول حاجه التيست دوت اسمه ايه، فهسميه مثلا تيست 1. الديسكريبشن ظهر لي بورد كده مكتوب فيها الديسكريبشن، ايه الديسكريبشن اللي انا عايزه احطه عن التيست ده. مثلا انا عايزه اقول ان التيست ده على تو شابترز، مثلا التو شابترز دول هما السيتولوجي مثلا والابيثيليوم. بعد كده ظهر لي بورد تانية اسمها الانستراكشنز، انا عايزه احط اي انستراكشنز ليها علاقه بالتيست ده. مثلا يعني هقول ان التيست ده بيكون مثلا 4 questions مثلا، وكل question مثلا عليه 2 points بدرجتين، وكمان هقول ان في عندي تايمر، التايمر دوت مثلا مدته 4 minutes على حسب طبعا ايه على حسب عدد الأسئلة، وهقول إن الطالب دوت ليه محاولة واحدة، فهقول إن هو only one attempt. خلاص كده أنا كتبت description والinstruction اللي أنا عاوزاه ليه علاقة بالتيست دوت، وهدوس submit. هنا ظهر لي ان انا كده عندي تيست 1، التيست 1 دوت الديسكريبشن بتاعه ان هم على التو شابترز دول، ودي الانستراكشنز بتاعته، والكويشنز والبوينتس 0، لسه ما فيش اي اسئله. هلاقي عندي ظهر 3 اوبشنز اللي انا عندي، يا اما كرييت كويشنز، يا اما ريوز كويشن، يا اما ابلودنج كويشن. بالنسبه لابلودنج كويشن دي معناها ان في اسئله عندي هعمل لها اوريدي موجوده فهعمل لها ابلودنج. تاني اوبشن ان هو ريوز كويشن، لو انا عندي كويشن موجود في تيست قبل كده هقدر استخدمه، لو انا عندي questions موجوده في البولز او بنك الاسئله اقدر استخدمها. تالت اوبشن عندي ان انا اعمل كرييت لكويشن، يعني انا لسه هبني اسئله من اول وجديد. عندي انواع كتير من الاسئله ممكن ان انا استخدمها، ممكن يكون مالتيبل تشويس، ممكن تبقى اوردرنج، ممكن تبقى شورت انسرز، فولس اور ترو. عندي انواع كتير من الاسئله، هشوف انا محتاجه ايه نوع الاسئله اللي انا عاوزاها وابتدي اعملها كرييشن. فانا مثلا هختار ان انا عايزه اعمل مالتيبل تشويس، ف
فقال لي الكويشن تايتل هسمي مثلا ان ده الكويشن نمبر 1. طب ايه هو السؤال؟ هنا هيظهر لي بورد هكتب فيها ايه هو الكويشن دوت، فاقول مثلا اي سؤال، وبعد كده هنزل تحت هلاقي بقى ايه الاوبشنز الانسرز بتاعتي. هل انا عايزه الانسرز دي تكون النمبرنج بتاعها يكون Arabic number ولا Roman number ولا upper case ولا lower case؟ فانا هختار مثلا lower case. عايزه الانسرز دي تبقى horizontal ولا vertical؟ فهختار انها مثلا vertical. allow partial credit دي معناها ان ممكن يبقى عندي اوبشن ان يبقى فيه نيجاتيف سكور للانكوريكت انسر، طبعا يعني دي لو حد محتاج انه يحطها اوكي ده اوبشن، بس انا تمام مش عايزاها. في اوبشن بعد كده شو انسر ان راندوم اوردر، يعني عايز هيطلع للطلبه الاجابات بصوره عشوائيه مش بنفس الطريقه اللي انا كاتباها بيها او اللي انا عامله كرييشن للسؤال دوت بيها، فبرضه هعلم عليها. الانسرز انا عايزه عدد الانسرز مثلا يكونوا كام، فانا هختار مثلا 4. بعد كده دي الانسرز اللي انا عاوزاها، دي مثلا رقم 1 ده بورد هكتب فيه الانسر رقم 1 مثلا، وبعد كده الانسر نمبر 2، بعد كده الانسر نمبر 3، والانسر نمبر 4. بعد كده جنب كل انسر في دايره صغيره، الدايره دي لما بعلم عليها بعلم على الكوريكت انسر، فانا مثلا لو الكوريكت انسر هو نمبر 2 هعلم على نمبر 2، لو الكوريكت انسر هو نمبر 1 هعلم على نمبر 1. بعد كده هنزل تحت الاقي اوبشنز ثانيه، الاوبشن دي معناها ان في عندي فيدباك، لو انا عايزه يكون في فيدباك عن الكوريكت انسر او الانكوريكت انسر هكتب انا عاوزه ايه يكون الفيدباك دوت. هنا لو انا عايزه اقسم تقسيمه معينه او احط keywords للسؤال دوت يساعد مثلا الطلبه في الحل، تمام. لو انا عايزه هنا كمان احط notes معينه ليها علاقه بالسؤال دوت، فهكتب النوتس دي في البار دوت او في البورد دي. بعد كده هنزل تحت خالص هلاقي 3 options، يا اما cancel يا اما submit and create another، ده معناه ان انا هعمل submission تمام للسؤال دوت وهعمل create لسؤال تاني من نفس النوع، يا اما اعمل سبميت. سبميت دي معناها ان انا هعمل سؤال تاني، هطلع واعمل سؤال تاني بس من نوع تاني، فانا مثلا هدوس سبميت اند كرييت انذر، يعني معناه ان انا تمام السؤال ده هيحصل له سيفنج لكن هعمل سؤال تاني من نفس النوع اللي هو المالتيبل تشويس. اهو الكويستشن تايتل هسمي السؤال ده نمبر 2 مثلا، وايه هو السؤال مثلا، حط اي سؤال، ودي الاوبشنز عايزه الانسر نمبرنج يكون ايه، لوور كيس عايزاه فيرتيكال ولا هوريزونتال، لا عايزاه فيرتيكال، مش عايزه allow partial credit مش هعلم عليها، بس عايزه شو انسرز فراندوم اوردر فهعلم عليها. عدد الانسرز دي انا عايزاها تكون 4، وبعد كده ايه هي الانسرز دي نمبر 1 مثلا، ده رقم 1، الانسر نمبر 2، الانسر نمبر 3، والانسر نمبر 4، وبعدين العلامة طبعا الدايرة اللي جنب كل انسر هعلم على الانسر